الشركات اللي غادي يكونوا مختصين في باش يقادوا لينا المساحات الخضراء. فكره مازال ما وصلنا للمساحات الخضراء، وراه لا كوب دافريك ما بقى ليها والو، ولا كوب دي مونت ديال الاندر 17 ديال السيدات راه ما بقى ليها حتى هي والو، هذيك راه غادي تكون قبل من لا كوب دافريك. وراه دايرين اكادير في المدن اللي غادي تحتضن هذيك كاس العالم ديال اقل من 17 سنه، راه شي 50 متابعه غادي تلعب في المغرب ولا 6 سنين. حتى ما كرهناش الناس المسؤولين على مدينة أكادير يعطيو دابا لي بروجي ديال تأهيل المساحات الخضراء، ودوك لي بروجي راه غادي ياخدو الوقت، وهاد العام هذا يلاه غايقدكم هاد العام هذا، وفرقوا هداك الشيء، فرقوا هداك الشيء، كل شركة عطاوها شي مساحة باش يتنافسوا بيناتهم. شي مسخت الوالدين كيجيو ب 300 كيلومتر في الساعة، أنا نورمالمون غادي خصو خصني نخليهم يقطعو نورمالمون، بغيت نخليهم ولا كيشدو معطلين. المهم كيجيو مساكن دابا هادو كيخصهم يقطعو، عاد كيمشيو على رجليهم. إذن هنا الحل اللي كاين، الحل شنو هو الحل؟ الحل ديال هذا اللي كان كنتعاطف مع على بحال هادو اللي كنقرينا، الحل اللي كاين هو توفير. دابا الدولة وفرت ليهم ليكول مزيان، خاص واحد الحاجة اللي مهمة اللي هي النقل المدرسي، خاص يوفروا ليهم النقل المدرسي. كيفاش غيوفروا ليهم النقل المدرسي؟ غادي يحصيوهم، غادي يديروا الإحصاء، غيمشيو دابا الابتدائي والإعدادي والثانوي وغيديروا الإحصاء، غيشوفوا شحال غيتوفر داك شحال غيدير داك النقل المدرسي، وغادي يعيطوا على دوك الآباء ديالهم ويقولوا لهم شحال غادي تخلصوا في الشهر. صافي، ماشي غادي يكون داكشي فابور، فابور راه كيهرس بابو. المهم وفروا لهم نقل مدرسي، هادشي اللي كيبان ليا. اون اتوندون الناس ما تجريوش الخوت، الله يرحمكم الوالدين. البوليس ديروا هنا شي رادار، راه ضروري هنا يكون الرادار. نتمنى هادشي تبارطاجا ويوصل للمخزن شرطه المرور. هنا راه كاين دواور بزاف، راه كاين ايت المدن، كاين ايت تبوك، كاين شحال من ايت هنا. هنا كاين المدارس بزاف، شوية عليك ما يبان لكم هنا الدراري الصغار مساكن تيقطعوا تيقراو هنا في الحي المحمدي. احسن العوان الانسان هنا بحال دابا هنا هاد النزله هادي، دابا نزلنا نورمالمون هاد منزل بومور شويه عليه مالك اخويا مسخر القيد شويه عليكم. انا نازل دابا بومور ما كنخسر درهم بيلي كي نازل. مؤسسة جديدة للكارات، جات في حي إليغ ولكن كيقراو فيها الدراري ديال سفع الجبال. دائما السكان خص الإنسان يكون واعي. كاين واحد الخطأ تيرتكبوه في المغرب هو ان من ولا كيشد البيرمي، البيرمي راه خصو يكون يشدو بعدا شي واحد قاري، على الاقل تكون عنده لا ليسونس ولا الباك. كاين بنادم كاع اللي ما قاري وشاد البيرمي، بس ما يكون عندي الوعي، ما والو
هذاك دابا اللي كتلقاه ما قاريش كيسوق، واخا عنده البيرمي وتيعرف يسوق ولكن عنده لا مبالاه. انا هو بعد الطوفان راه كنا كنعرفوا نجريو، ولكن داك الجرار يؤدي الى الموت. ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكه. كنشكروا الجميع اللي كيدعمونا في القناه، اي واحد كيدعمنا في القناه راه كنشكروا. ها هو غروب الشمس 18:56، غروب الشمس يمكن مع 7:06 دقائق على ما اعتقد، ياك 7:06 دقائق ماشي اللي بان لي انا 7:08 دقائق. هذا غروب الشمس راه قاسح واخا هكا. اذا كنشكروا الجميع، اي واحد كيوضع الثقه ديالو في القناه راه نحن نحاول ان نكون عند حسن ظن الجميع، كنحترموا الجميع. ولكن كاين شي وحدين راه كنردوا عليهم، راه تلقاو بعض المرات السبان، لان اللي كيسبك راه ضروري ما تسبو باش غتسكت ليه. غروب الشمس حتى ان شاء الله الا بقينا حيين كلشي على الله سبحانه وتعالى، نديرو لكم فيديوهات جداد ما عرفناش اش غنصورو، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعرف. راك تفيق تيكون عندك البروغرام، الله سبحانه وتعالى كيعطيك الانسبيريشن الالهام. ما تنساوش على الخطره نقولها لكم، تابوناو عند داك السيد اللي قلت لكم عدسه اكادير، اكادير لانس درويش، داك السيد عزيز عليا حتى هو مسكين كيصور هادشي ديال اكادير. ابوناو معاه راه ما تخسروا والو، حتى هو راه ولد اكادير، شجعوا ولاد اكادير. الحمد لله والشكر لله، وتربحنا بعد هاد الطريق هادي يا سلام، ونتقاتلوا على طرق اخرين. اكادير غادي لقدام، اكادير ان شاء الله غادي لقدام ان شاء الله. من هنا للصيف الا بغى الله غادي تكون هاد الطريق السريع الحضاري كملات من هنا حتى لتيكيوين على الاقل وربما، واخا خربزوها في هاد الطريق هادي ما كانوش يعطيوها للصاصمة، ولكن اش غادير، قدر من هنا لقدام يتداركو داك الخطا. الا جات شي جاو شي مسؤولين اللي بغاو الخير للمدينة. دعينا الله هذاك الحيد 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 هاد الطريق هادي لوزارة التجهيز والمعمار، وعطاها على سميتو وعطاها للصاصمة خرج على هاد الطريق. ما ديهم ما راه كانت غادي تمشي بحال هاديك الاولى ديال الشطر الاول. شوف دابا شوف المطر فاش كيتمشى، شوف راه دارو دابا المطر باش راه ماشي بيست سيكلابل هاديك المعلم. هنا دابا خدمة البوليس خصهم يكتبو تما بلاكا ممنوع مرور دراجات نارية. إذا كنشكركم الخوت، شكرا للجميع، نمشيو نستريحو وغدا يوم جديد.